منك الغريبه البهله. يلا ناخذ الاخت حفيده. صباح النور يا حفيده. صباح النور اخت سناء. اهلا وسهلا. نهار مبارك ادم سعود. الله يبارك فيك والله يبارك لك ايامك. انا فرحانه بزاف اني درت معك اليوم. ربي يخليك حتى انا فرحانه. فرحانه هذه وحنا كان دائما كنصوني ودائما مشغول. نهار كبير هذا والله. الله يكبر بيك الله يكبر بيك. كدايره بنيتك؟ الحمد لله اختي حفيده وانت لاباس. الله يطول عمرك سناء الله يبارك فيك. ودابا قول لي دابا كل صباح انتم شنو النظام عندكم في الدار؟ الراديو عندي في الكوزينه. ايوا ودابا انت يا وغزلان ديما طالقين الراديو بجوج مونسين. دابا هي دايره التليفون بورطابل ودنين. اييه. وانا دايره الراديو فوق. ايوا تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك اختي سناء. تبارك الله ومرحبا بكم دائما على راديو اصوات. اذا حفيده غادي ناخذوا طريقه تحضير الغريبه البهله من عندك. واخا بسم الله. كديري كيلو ديال الطحين. نعم. كديري جلافه ديال اللوز. اييه. وجلافه ديال الزنجلان. واخا. وكديري جلافه السكر كلاصي. اها. وكديري جوج خمارات حمر. اها. ومعلقه خميره ديال العجينه. جوج الخميرات صغيرة. جوج الخميرات حمرين ياك. حمرين ومعلقة صغيرة ديال العجينة. معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجينة. العجينة واه. وكدير اختي سناء كدير شوية المسكات حرة. اها. ومعلقة القرفة صغيرة. معلقة صغيرة ديال القرفة. القرفة ومعلقة صغيرة ديال البسباس. عرفت المعلقة صغيرة ديال البسباس. البسباس. يعني النافع. نافع. اه نافع البلدي. نافع البلدي ومعلقه صغيره ديال القرفه. اييه القرفه. انا عندك الطريقه اختي سناء. اييه. كتاخذي الطحين كتحطيه في قصعه. وإلا سمحتي لي حفيده. نعم. إلا سمحتي لي قبل ما ندوزو للطريقه غادي غير نعاود معاك المقادير للسيدات إلا شي وحده فيهم ما سجلات شي حاجه. قلنا بسم الله قلنا كيلو ديال الطحين. نعم. زلافه ديال اللوز. اه. زلافه ديال الزنجلان. زلافه ديال السكر كلاسي. اييه نعم. جوج خمارات حمرين. اه معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز. نعم اختي. مسكة الحرة. مسكة الحرة شوية. معلقة صغيرة ديال النافع البلدي. نعم. معلقة صغيرة ديال القرفة. القرفة. احنا ما نسينا. دابا هذيك الطريقة اختي سناء. نعم. كتاخذي ذاك الطحين كديري في القصرية، كديري المقادير كلهم، اللوز بعدا زلافة اللوز كتحمريها، كتسخيه وتحمريها في الزيت. إذا مقلي. مقلي. واخا بلاتي نسجلوا هادشي. اللوز اذا السيده تكون سلقاتو فسخاتو ومقلي في الزيت. نعم. الزنجلان هو محمر. واخا منين تتقليه في الزيت كتخلي كتحليه اختي سناء. مهرمش ولا مطحون مزيان؟ لا مطحون كيولي فيه كيطيح داك الزيت ديالو مطحون. واخا. والزنجلان هو محمر ومطحون. محمر ومطحون حتى هو مطحون مزيان. مطحون مزيان وكتخويهم فوق داك الطحين. لان مع الغريبه البهله كتبغي هادشي كله يكون مطحون مزيان. كديرهم مع الطحين وكتزيدي المسكه. كتزيدي القرفه. المهم كديري كلشي دوك المقادير ما كديريش غير الخميره البلديه والخميره الاخرى. اييه. ديال الحلوه كتعجني داكشي بالزيت اما سيطرو الزيت لا يطرو لا داكشي اللي دار عجناتك. اييه. كتعجني دوك المقادير وتخليهم يرتاحوا. ما كنديروش الخميره. اييه فهمنا. وكتبقى كل مره كدلكيها. كتبيتيها ليله كامله. اه كتبيتيها. غادي تبيتيها ما نديروش الخميره. حتى لا لا غدا لي كنديرو الخميره فوقها وكل مره كندلكوها. من غدا لا غدا لي كديري الخميره وكديريها في الفران. واحد النصيحه للسيده الاخت سناء. كتكوريها. اييه. كما كانت غريبه كديريها في الفران لتحت حتى كتشقق عاد كطلعيها لفوق. نعم. وهذه نصيحة طبعا مهمة بزاف للحدقات باش تصدق لكم هاد الغريبة البهلة اللي قدمت لنا الأخت الحدقة ديالنا حفيظة. وكيف سمعنا حفيظة هي وغزلان اللي الويسات وعايشين في دار وحدة وكنتمنى لكم دائما السعادة. وحنايا غادي نقدموا لكم تحية أختي غزلان بغيتك تسلمي لي على مالين الدار. سر. شكرا لكم بزاف. أختي سناء. غزلان. واحد التحية. مرحبا. كنسلم على عائلة عبادي بمدينة ميسور. إيه. كنسلم على لويساتي كول ومدينة الرباط. وعلى عائلتي بمدينة قرسيف. إيه. عائلة مرزوق. إيه. وبالخصوص الزروالي محمد أمين. وحنايا كذلك كنسلموا عليهم وغادي نقدموا لك تحية. وكان نشكر بزاف الأخت بوشيدة.
السيده فاطمه على الاخت على الاغريبه اللي عطاتنا رائعه جربناها وبصحتكم وراحتكم محموده ودابا حتى هي غتجرب الغريبه ديالكم هاد الغريبه البهله رائعه